شركة درعية هي إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة. نعمل في الشركة على مشروع تطوير الدرعية ليصبح أحد أبرز وأهم المشاريع الثقافية والسياحية في العالم. بتساهم شركة الدرعية في استقطاب 50 مليون زائر حلول 2030، وهذا الشيء يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة. أنا أخوكم محمد البصري، مدير العلاقات العامة والاتصال في شركة الدرعية. دورنا في إدارة اتصال المؤسس فيه هو إبراز ما تقوم به شركة الدرعية في المشروع لدى الجمهور الخارجي والمحلي، وهذا ما يساعد بكل تأكيد على دعم مستهدفات المملكة في القطاع السياحي ورفع عدد السياح والزوار لدى المملكة. أيضا يتضمن دورنا هو ضمان تواجد الدرعية في كل محفل عالمي، وتصبح الدرعية أبرز وأهم وجهة ثقافية وسياحية عالمية. أفتخر أنا وزملائي في شركة الدرعية على ما تحقق خلال الفترة الماضية، وهو افتتاح أهم أصول مشروع الدرعية، وهو محي طريف التاريخي ومطل بجيري، حيث تم استقبال أكثر من مليون زائر خلال 5 أشهر منذ افتتاح. أنا فهد رويشد، أشتغل في شركة الدرعية كمدير الطرق والبنية التحتية. أحد أهم مهامنا في إدارة الطرق والبنية التحتية المحافظة على سارية ميدان الملك سلمان، السارية الأكبر في عاصمة المملكة السعودية. نشعر بالفخر والاعتزاز أنا وزملائي في إدارة الطرق والبنية التحتية لمساهمتنا في إبقاء هالسارية شامخة طوال أيام السنة وجاهزة لأي مناسبة تستقبلها الدرعية. اسمي آلاء العقيل، مدير مساعد لإدارة تنمية رأس المال البشري في شركة الدرعية. هدفنا بالإدارة أن إحنا نطور ونبني فريق ذو كفاءة عالية وعندهم قدرات مختلفة من خلال المساهمة في تطوير مواهبهم. لذلك أطلقنا 15 برنامج طويل وقصير المدى، ودربنا حوالي 60% من موظفين الشركة لتحقيق هذا الهدف، وهذا يدل على إيماننا التام بأن الاستثمار في مواهب موظفينا بيعود بالنفع عليهم وعلى الشركة. أنا عبد الرحمن الكريديس، مدير محفظة عون بقسم إدارة المشاريع بشركة الدرعية. يتركز عملنا بشكل أساسي على قطاعي التطوير العقاري والسياحة، وبشكل خاص على الموقع التاريخي المميز لمنطقة الدرعية. ويعد مشروع مطل البجيري جزء مهم من رؤيتنا للاحتفاء بالموقع التاريخي المميز والتاريخ الثقافي الغني للمملكة. يضم فريق عمل المشروع أكثر من 2200 موظف يجمعهم الطموح والعمل الجاد للارتقاء بشركة الدرعية لتصبح إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً. وتدعم الشركة ثقافة التطوير المستمر والنمو وتوفير كافة الفرص للموظفين على الصعيدين الشخصي والمهني. راح يبقى علمنا شامخ مثل مملكتنا، وهذه من مهامنا الأسمى في شركة الدرعية. مستقبل مملكتنا محفوظ بفضل الله ثم مواهب شبابنا وشاباتنا. أنا أشكر شركة الدرعية على هذه الفرصة لتطوير مهاراتي.